لهذه السباقات الصيفية، وهذا هو ثالثها. سباقين مضت مميزة، وهذا ختام السباق الصيفي وهو الثالث. وبسم الله وعلى بركة الله تتم انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي المخصص للقعدان المفاريد. نبدأ ونتعرف بالصوت والصورة مع مجريات هذا الشوط ومع المراكز الخمسة الأولى. البداية وضربة البداية هنا مع الجارح ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، من يتواجد مع الجارح مع المركز الأول والمركز الثاني. يصل شعار بن قطامي هنا مع الفايز محمد بن سعيد بن محمد بن قطامي والمركز الثالث. الوصول هنا من مزاح الوليد بن محمد بن بخيت بن طالب البريدي، هنا من يتواجد مع المركز الثالث المركز الرابع. يصل شعار بن طينان مع الفتان محمد بن طينان بن عايض العذبة والمركز الخامس. الوصول هنا والتقدم في هذه اللحظات من مشعل لحمد بن علي بن حمد القريصي، يتواجد الشاعر هنا بأبياته في الشوط الأول الرئيسي. يلا يا أهل الكرعانة ولكن بنعود، بنعود معاك يا الدوسري، يسعد صباحك يا الدوسري مع الجارح الجارح الجارح. الله يا الجارح الجارح، ولكن البريدي خطير. شعار الأشواط الأولى في المحلية الماضي. الله دير بالك دير بالك يا مالك الجارح. يصل هنا مزاح، مزاح الشوط الأول لا يوجد فيه المزح، يوجد فيه الجد. الله يا الدوسري، الدوسري مع الجارح، الدوسري مع الجارح. مزاح على المركز الثاني، البريدي هنا يحاول ولكن الدوسري متمسك. 200 متر الأخيرة، اللحظات الأخيرة. الله الشوط الأول معاك يا الجارح، معاك يا الجارح. الله الجارح، ولكن يعود البريدي، يعود البريدي مرة أخرى مع مزاح، مزاح والجارح، الجارح ومزاح. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة. الله يا مزاح، معاك يا البريدي ناموس الشوط الأول. تهانينا والناموس للوليد بن محمد بن بخيت بن طالب البريدي على فوز مزاح وتحقيقه بشوطنا الأول الرئيسي. المركز الثاني يصل الجارح لناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري، أيضا نهنيه. المركز الثالث يصل على المركز الثالث النحاوي لسعود بن عبد العزيز بن سالم المري. المركز الرابع وصل فيه مشوش لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة. المركز الخامس يصل عفرين لراشد بن مشعل بن فهد بن عفيش الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود وإياكم بعد أن هنينا مالك الجارح، ولكن أتى مزاح في الأمتار الأخيرة وحسم هذا الشوط بكل قوة وبكل جدارة. منافسة شريفة هنا في هذا الميدان، ميدان 3 كيلو من ضمن ميادين ميدان التحدي، قاطع مسافة 1500 متر. مزاح في زمن مقدار 2:13.15 من الثانية. تهانينا مرة أخرى للوليد بن محمد بن بخيت بن طالب البريدي على هذا الناموس من المركز الثاني. فيصل الجارح يقطع المسافة في 2:13.25 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجارح ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. أما المركز الثالث يصل هنا على المركز الثالث النحاوي، يقطع المسافة في 2:17.2 من الثانية. تهانينا لسعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري على فوز النحاوي بالمركز.